طب صفاء، احنا يعني انا مش عايز اسالك سؤال بعينه، انا عايز اسمع منك، يعني عايز اسمع منك ايوه انت شخصيا بدايتك. قصتك مع الرياضه وقصتك عموما. تحب تقولي لنا ايه عن اللي فات من عمرك ده كله؟ احكي ايه ولا ايه؟ احكي الاهم ثم المهم. احكي اللي انت عايزاه. ايوه، معظم المواهب اللي عندي سواء رسم، كتابه او غيره، من وانا صغيره. يمكن الرياضه هي احدث حاجه عرفتها وانا تقريبا في اولى ثانوي. وانا صغيره خالص، سواء مثلا ماما وبابا كانوا بيلاحظوا ان انا بمسك القلم ببقي او برجلي وبحاول ان انا ادعبس كده زي الصغيره، او ان انا بقعد الف كده حاجات غريبه وممكن يطلع منها حاجات حلوه بعدين. فبدات بقى ان انا اتعلم، سواء عند مدرسين رسم، اخد ورش، اخد كورسات، اروح مؤتمرات واروح ندوات، حتى ان انا اسمع بس الشعر او ان انا اتفرج بس على معارض اللي واحده حلو. ممكن بيلهمني وبيخليني لا لا ان انا لا لا، صفاء صفاء، انت اللي راسمه العصفوره دي؟ ايوه ببقي. الله عليكي ما شاء الله، بصي يا كريم، دي الوان واو، الخشب. بجد ما ما شاء شاء الله الله عليك، ما عليكي. شاء الله عليك. كملي يا صفاء، سامعين. بس فكل حاجة ليها حكاية. يعني مثلا الرسم، في الأول كنت برسم مع نفسي في البيت وبرجلي اليمين، وبعد كده من حوالي 4 سنين بدأت ان انا ارسم ببقي، وقررت بقى ان انا ايه، خلاص انا استقريت على الرسم، مش مجرد اي شخبطة وانا صغيرة وخلاص. واو، فبدأت بقى ان انا اتعلم فعلا بشكل اكاديمي اكتر، ويعني لاحظت ان مستواي بيتحسن، وبدات ان انا اشترك في مسابقات واخد مراكز انا اولى ممكن عند اقولك على المدارس. حاجه، الرسمه دي يعني ممكن تعمليها على اكبر وتتباع، صح؟ هو انا لسه في مرحله التدريب فلسه ما بعتش. بس دي حلوه قوي، لما معموله انت بشكل عامله الشغل بروفيشنال. الحلو ده وانت لسه في مرحله يعني انا التدريب. ممكن ابقى اول زبون على فكره، انا بكلمك بجد، دي عجباني جدا، لو ترسميها لي على اكبر انا شويه. فعلا برسم بقى لوح تانية، في لوح تانية سواء على توال او على خشب سوتكس بالاكريليك، يعني بيبقى الله، طب حاجة حلو. طب انت مش اجمد كده. بتلحقي ترسمي في وسط البطولات اللي كتير اللي بتشاركي فيها والسفريات والحاجات دي كلها، بتلاقي وقت ان انت الحقيقة لا، برافو عليكي والله. الحقيقة بحاول اوازن، يعني دراسة زي ما حضرتك قلت، انا طالبة في اعلام وبرسم وفي الرياضة. وانت بتتكلمي يا صفاء، بصي الهواد عمال اللي تصوري، فاتت تقولي ممكن بص، نرجع اللي بتقولي بص، فاتت شبهي يعني والله. والله العظيم تسلم ايدك بجد، حلو قوي، حضرتك أحلى. هايل والله، لا بجد، برافو عليك يا صفاء. لا ودقيقة، دي تيلز عاملاها صح يعني، لا ما شاء الله لما عليك. ده انتاج صفاء وهي في مرحلة الهواية والتدريب اللي هو كده على بالظبط، الماشي. فطبيعي جدا ان رياضيا بقى وهي محترفة في الرياضة، طبيعي جدا ان هي تجيب الميداليات دي واكتر كمان. برافو عليك يا صفاء، بص بص دي، بص دي يا كريم، والله حلو قوي، برافو، واو، تسلم دي ايدك، زي 3D، فاهم؟ تسلم ايدك، ايوه تسلم بالظبط، ايدك. كوبايه بس هي لا بس الحقيقه. عايز اسالك حاجه، انت حد علمك ولا ده كله تالنت بس؟ دول احدث رسومات؟ لا دول التعليم لازم. الصراحه، يعني الصراحه انا عايزه اوجه تحيه كبيره جدا، هو مدرس بيعلمني فنان تشكيلي، هو مستر اياب، هو الصراحه جهد كبير جدا معايا. كل ده عايزه اقول لحضرتك ان هو اونلاين، يعني هو كمان على كورسز زوم. اونلاين، ايوه اوكي. بالظبط، على زوم من غير اي تدخل من سيادته، هو انا بس توجيهات المستر يعني ما شاء الله بس. عليكي.